مولود العقرب أسبوع جيد جدا ومختلف تماما عن الأسابيع السابقة بسبب مجموعة من الظروف والعوامل الفلكية اللي بتخلي من هالأسبوع أسبوع مثمر جيد. والعامل الفلكي الأهم هو انتقال الشمس لبرج الحوت لتنضم للمشتري، بالإضافة لوجود القمر نهار السبت ببرج العذراء الصديق يلي بيشكل مربع فلكي مع الشمس من برج الحوت يلي بيحمل معه أخبار حاسمة، نهار قوي نشيط ناجح بيحمل معه قرارات وأجوبة مهمة. والحدث الأهم هو كوكب المشتري بالحوت يلي بيأثر مباشرة بحياتك الشخصية والمهنية، لكن بالرغم من كل هالأجواء الحلوة رح تختفي الحظوظ نهار الأحد والاثنين مع انتقال القمر لمواجهة برجك من الميزان، بتتشائم وبتتأفف، يعني مطلوب منك انك تسابر وتكرر المحاولات لكن ترجع من جديد تتحسن الأمور لحظة الوصول القمر لبرجك الثلاثة والأربعة ليشكل مثلث فلكي مع الشمس من برج الحوت، يعني من أقوى الأيام وأقوى المراحل، ضوء أخضر معك للانطلاق، إشارات مشجعة على مبادرات الكبيرة والتفاؤل والانتصارات والحظ الاستثنائي اللي بتسمح لك بترتيب شؤونك المالية والمصرفية. بتتابع الحظوظ مع انتقال القمر لبرج القوس الخميس والجمعة يلي بيشكل مربع فلكي مع الشمس من برج الحوت من البيت المال، بالنسبة لبرجك بيت الاستثمارات، بيت الأرباح، بيت الخسارة، بيت المصاريف، وبخليك تعيش مرحلة جديدة مهمة بتسمح لك فيها الظروف الفلكية بعقد مصالحات وتوقيع اتفاقيات مفيدة، وبتلاقي حليف قوي أو صديق شجاع أو حبيب متفاني. بتختفي كل هالأمور الصعبة والقرارات والتغيرات والتحولات. أسبوع جيد، طاقتك جارفة فكريا وجسديا، أجواء ممتازة تسمح لك بالتكلم بحرية والتحرك وحصد النتائج الباهرة. عاطفيا، بعد الأجواء حلوة أجواء رومانسية منعشة مع وجود الزهرة ببرج الجدي صديق يلي بيحمل معه حب أو علاقة قوية بتنعش قلبك وبتحملك لأجواء ممتازة من العشق والتواصل والود والمشاعر العميقة. أسبوع عائلي بامتياز، بتشجعك التأثيرات الدافية على المصالحة والانسجام والتوافق. أما العازب في جو من التسامح والتصالح يلي بيشجعك على تبادل المشاعر الحارة.